بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى الحبابي يلقاهم هذا الفيديو هما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم معنا واحد الوصفة اللي غادي نطردو النحس والتابعة من البيت. عندنا قلة المال، الناس اللي عندهم قلة المال سببه الحسد والعين، كانوا عندهم الفلوس يجروا في يديهم ولكن في لحظة مبقى عندهم والو، دائما مديونين، دائما عندهم قلة المال، دائما عندهم الخصاص، عندهم المشاكل في المال. إذا عندنا السحر المحق، كاين واحد السحر تسميه سحر المحق، المحق باش ما يبقى عندك والو وفي نفس الوقت تبقى أنك دائما الفلوس ما تدخلوش، لأن تيكون المنع، هو داك السحر ديال المحق سببه سحر المنع. كاين الناس اللي ما تيخافوش الله تيديروا اعمال شيطانيه وتيبلوكيو لك حياتك كامله، ولكن ما هما بضارين الا باذن الله فسيكفيكهم الله والسميع العليم. اذا الله كاين موجود، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الله الا بغاك تفقر غتفقر، الله بغاك ما يكونوش عندك فلوس، الله هو اللي تيحدد. السحر الا خيال، السحر الا تسليط، ولكن لك تشد في القرآن والصلاة والتدبير ربي سبحانه وتعالى تخلصك من شر الشياطين الإنس والجن عليهم اللعنة بلعنة الله. إذا صلوا كاملين على سيد الخلق وخليوها لنا في التعليق، لأن محتاجين لتعليقكم ومحتاجين للصلاة على الحبيب باش الفيديو يشوفوه أكبر عدد. بارطاجيو الله يخليكم هاد الفيديوهات. اذا بغيتي تخلصي من الموانع ديما عندك مشاكل ديال التعسير، تعسير في البيت، تعسير في العتبه، تعسير في الاولاد، تعسير في الراجل، الصداع والمشاكل كاينين بدون سبب. دائما حنا ما فاهمينش، دائما ما مجموعينش على تناول الاكل، دائما كل واحد يلغي بلغاه. اذا هذاك تيكون السحر المحق والسحر المشاكل والسحر اللي تينوض الصداع. كيفاش نتخلص من هالطاقة وكيفاش انني نحاول انني نتخلص منها بواحد الطريقة وصفة عندي في المنزل اللي ما نحتاج نجيب حتى حاجة من خارج المنزل. اذا غادي ناخدو ماء الشتا او ماء البحر او ماء معدني، غادي نخلصو او ما عنديش الماء عادي غادي او ما عنديش، غادي ناخد الماء العادي، غادي نغليه حتى يبرد، غنغليه ونخليه حتى يبرد وعاد نستعملو لهالطاقه باش انك تاخدي الماء معقم اللي غادي يسحب لك الطاقه السلبيه من المنزل. اذا غادي نحتاجو الكبريته الصفراء، غادي نحتاجو الفحم مطحون، غادي نحتاجو الملحه. اذا غادي ناخدو الكبريته الصفراء غادي نطحنوها مع الفحم، هي مطحونه هنا مع الفحم، انا غير جبتو لكم باش تشوفوا. الكبريته الصفراء غادي نخلطها مع الفحم وغادي نخلطها مع الملحه. اللي غادي ناخذ الكؤوس على حسب الغرف، غادي ناخذ الكؤوس على حسب الغرف. اذا انا عندي ثلاث غرف، غادي نجيب ثلاث اكواب ديال كل غرفه، حتى المطبخ، حتى الدوش او المراحد حتى هما حطي فيهم كاس، لانك انت غادي تحيدي وتخرجي كل شيء الى حل سبيله. ولكن نحاول انني ما نقرا عليهم ما والو، غير انني غادي نشغل سوره البقره فقط. اذا غادي ناخد هاد الملحه مع الكبريته وغادي نخلطهم، غادي ما نتكلم ما نقول حتى حاجه، غير انني نوي غادي نطرد العين على الحسد، توقيف الحال، سحر التعطيل، سحر اللي تيكون تيضر لي ولادي، السحر اللي تيخليني دائما ما نفهماش مع الزوج ديالي او الولاد ما تيتصنتوش ليا، كلشي هادشي نحطو في البال ديالي. المره اللي غدير هاد الوصفه خاصه تحاول انها تكون على تكون نقيه. اذا الفحم مطحون مع الكبريته الصفراء مع الملحه، وغادي نقول بسم الله وغادي نحط في الكؤوس بحال هكا، ما نحركو ما والو، ما غاديش نحركو وغادي نوضع بحال هكا. بعد من غادي ان شاء الله ما غاديش نحركو بحال هكا، وغادي نوضعو في كل زاويه، كل غرفه نحط فيها كاس او جوج كيسان.
انتما في الاختيار كأس او جوج، كل زاوية غنحط فيها، حتى المراحيض، حتى المطبخ، حتى البركونات، حتى النوافذ نحط كأس، لأنك انت بغيتي تسحبي الطاقة السلبية. غنحاول أنني نشغل صورة البقرة، ولو أنك حطيتي في المطبخ أو حطيتي في المراحل، مهم بدون قراءة هذا الماء اللي غادي تحطي، بدون قراءة، حتى الطاقة ديال الفحم والكبريتة غير مقري عليهم. إذا ما تحتاجوش أنكم تدخلوا بتعليقات، لأن احنا ما قرينا عليهم حتى حاجة. غادي يبقاو 3 أيام، 3 أيام، وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته هتحاولي أن هذا الماء من كل يوم غادي تمشي تحركيه وتنوي هذاك الشيء اللي بغيتي يحيد لك من البيت، تنوي هذاك الشيء اللي بغيتيه يحيد من البيت. كي تقولي اي حاجه في الخاطر ديالك، بغيت الموانع يحيدوا من هذا البيت، او تقولي طردت العين والحسد والتابعه من هذا البيت او من ابنائي او من الغرف، او انك وبغيتي تجلبي الرزق، غتحاولي هذا الماء نهار الثالث، غتخلي نهار الثالث نهار الرابع غتجمعي كل شيء وتخرجيه خارج المنزل، خارج المنزل تحت اي مكان في تراب واي مكان، او الناس اللي ما بغوش يخرجوه يلوحوه في مجرى المياه، في مجرى المياه ما مقري عليه ما والو، غير غادي تطردي التابعه والمنع. اذا من الاحسن تخرجوه، من الاحسن انكم تخرجوا هذا الماء ديروه في واحد سطيله او صاشيه وتلوحوه بعيد عن المنزل. اللي ما عندوش على نيتكم ترزقون، غادي تحطوه تخويه في مجرى المياه او في المراحل. اذا غادي ان شاء الله بحول الله وقوته هاد الوصفه اللي بغيت نديرها، شحال خاصني نديرها؟ نديرها 3 أيام في الاسبوع على نيه تطهير التوابع، 3 أسابيع متتابعه باش انني نطرد الموانع. الناس اللي عندهم الم في الرجلين او عندهم تابعه، يحاولوا يديروا الفحم المدقوق مع قطعه كبريته مع الملحه والخل، ويرقدوا الرجلين ديالهم واحد 10 دقائق ويلوحوا هذاك الماء في مجرى المياه، لانكم غادي تخلصوا من التوابع، تخلصوا من الموانع، تخلصوا من الطاقه السلبيه اللي عندكم مأثره لكم على المال، على الابناء، على اي حاجه. هذه الوصفه راه خطيره جدا، غير انكم حاولوا انكم تخرجوا الماء، حتى الا ما عندكش غادي تخويه في مجرى المياه، ولكن فضل انا تخرجوه خارج المنزل. هذه كنصيحه من ليكم، وحاولوا ان شاء الله بحول الله الوقت اللي تحطيه وانت متفائله انك غتخلصي من التوابع، غتخدمي طاقه الجذب، جذب الخيرات وطرد النحس. رميت المر وهزيت السعد، الوقت اللي تلوحيه قولي رميت المر وهزينا السعد وهزينا الخير وهزينا الرباح وهزينا كل حاجه فيها خير ليا ولوليداتي. اذا تنتمنى لكم حظ سعيد، بارطاجيو هاد الفيديوهات، ما تنسوناش بلي لايك، ما تنسوناش بالدعم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.